معنا عبر سكايب من غزة الصحفي محمد أبو شعرة. أستاذ محمد أهلا بك معنا، لو تطلعنا على كل المستجدات حتى هذه الساعة. نعم، تحياتي لك وللجميع أستاذ المشاهدين. حقيقة الغارات الإسرائيلية تكثفت خلال الساعات الأخيرة في أكثر من منصفة من مناطق قطاع غزة. إذا كنا نتحدث عن المنطقة الشمالية التي ما زال الجيش الإسرائيلي يواصل فيها عملية حصاره لمخيم جباليا ويقتله ويعزله عن مدينة غزة، هذه العملية متواصلة لليوم 11 على التوالي. وخصف الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة أكثر من هدف سواء في مخيم جباليا أو في منطقة بلدة جباليا نزلة القريبة منه، بالإضافة إلى عمليات نسف لمنازل الفلسطينيين في منطقة الصفاوي وأسوان إلى الشمال من مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي أيضا يفرض حصارا خانقا على تلك المنطقة التي عزل منطقة مخيم جباليا عن المناطق الشمالية، بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، كما عزلها أيضا عن منطقة مدينة غزة وأحيائها ومناطقها التي هي بالأصل منطقة مفصولة عن بقية مناطق قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا خانقا على تلك المنطقة، وأيضا يمنع دخول الإمدادات المواد الغذائية وحتى إمدادات الوقود إلى المستشفيات والمرافق اللازمة لتوصيل المياه وتوصيل أدنى الخدمات التي يحتاجها نحو 200 ألف شخص محاصرين في ذلك المخيم. الجيش الإسرائيلي أيضا قصف في المدفعية وأطلق النار من خلال آلياته المتمركزة في تلك المنطقة على أكثر من محور يطلق النار ويمنع حركة المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة. أيضا في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة استمرت الغارات الإسرائيلية مؤخرا خلال الساعات الأخيرة. كان هناك إطلاق لقذائف المدفعية في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات، بالإضافة إلى عمليات قصف مستمرة على منطقة خان يونس والمناطق الشرقية من مدينة خان يونس بمدينة قطاع غزة. خلفت أيضا هذه الغارات 12 شهيدا من عائلة واحدة، هم من عائلة أبو طعيمة. إجمالا قالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية خلفت 55 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات المصابين. والحديث هنا عن أعداد الشهداء الذين تمكنت الطواقم الطبية من انتشالهم، في حين توجد بلاغات بوجود أعداد أخرى من الشهداء لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم بسبب العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي.